ليش المرأة أو الفتاة بس تعلق الأمر بجمالها بزيد كلامها عن طلتها وعن نفسها وقديش هي حلوة وجذابة؟ لا طلعي فيي هذا هو موضوعنا اليوم. طبعا رح نحكيه مع ضيوفنا المعالجة النفسية رنا حداد. أهلا وسهلا فيك. هاي شو أخبارك؟ ماشي الحال. وكمان الإيمج كونسلتنت جنين أسمر رح فيك مرة جديدة. رنا بداية، هل من معايير معينة للجمال؟ أكيد نسمع دايماً هذه الجملة، الجمال نسبة. هو عن جد جمال نسبة، لأنه حسب الشخص كيف تعلم وكيف هيك، إذا بدك فهم شو يعني جمال، معيار الجمال. مزبوط، يعني من هو بيبي أصلاً الولد من أول ما يخلق ببلشوا أهله يطلعوا فيه. ببلش يتلقى هون ابتسامات، نظرات معينة، وهون البيبي إذا كان يمكن عنده جاذبية أكثر من يمكن بيبي تاني، بتلقى نظرات يمكن أكثر أو ابتسامات أكثر. يقبرني جمالك وجمالك والله بس خلقك هيك. بصير عن جد بيصيروا يحطوا للولد من هو وصغير هيدي النظرة، هيدي النظرة يعني نحن بنطلعها فيه للولد، هي كثير مهمة. يعني هيدي لحالها وقتها يكبر، إذا أهله طلعوا فيه ولقوه حلو ولقوه وبحبوه، يعني بالنسبة له عمليان إنه بحبوني، رح هو يحب حاله أوتوماتيكمان. كمان وقت يفوت على المدرسة نفس الشيء، يمكن المعلمة عندها تاندانس أوقات بمحلات تروح ثوب الولد يمكن شوي عنده هيك جاذبية أكثر، وهون ببلش الولد يكتشف إنه مازال هيك، يعني في المظهر كثير مهم والأمور الخارجية كمان مهمة. فأكيد حسب كمان كيف عاش هيدا الموضوع ببيته. طيب رنا، ليه الفتاة عادة بتحكي دايما عن جمالها وأيضا عن حالها بالإجمال، يعني عن جمالها وعن صفاتها؟ هلا ما لنا مشكلة إذا البنت حكيت عن حالها وعن جمالها، بس كل شيء إذا بدك أدي دوغري، يعني هو دوزاج. يعني أنا لما بدي أحكي عن حالي وقول أنا حلوة وأنا بحب حالي، هذا الشيء كتير طبيعي. بس لما أنا بدي كل الوقت يكون السنتر تري أنا، وكل الوقت أنا بدي ألفت الانتباه لإلي، والشخص الثاني اللي حدي ما أقدر أنا تعطي مجال، مزبوط، ما أعطي مجال ويكون هو موجود حدي، وأنا كل الوقت أنا اللي بدي أكون موجودة هون، أكيد بدنا نشوف السبب. هون بنربطها بحب الذات أو بنربطها بيمكن قلة ثقة بالنفس. فوالا، دونك هون المشكلة إنه نحن بنفكر إنه هيدا الشخص يلي بيقول أنا كثير حلو وأنا بطريقة أكيد هون إكسسيف، بنفكر بنقول أوتوماتيكمان إنه هيدا الشخص شايف بحاله، هيدا الشخص كثير بحب حاله، بينما الموضوع مختلف، موضوع عكس هيدا الموضوع، لأنه هو بالأساس لو هو متصالح مع حاله عن جد ما بيكون هالقد هو عم بيعمل إفار هالقد للشخص الثاني يتطلع فيه أو يعبر عن حاله هالقد. هو متعلق بالصورة أو بحب الصورة اللي عباله يفرجيها للشخص الثاني، وبحب أو بحب الـ يعني هو عنده ديبندانس شوي للنظرة يلي عنده إياها الشخص الثاني، يعني من دون الشخص الثاني كأنه هو منه موجود، من دون نظرة الشخص الثاني هو كأنه بحس حاله منه موجود. طيب جنين، بالنسبة جميل بالنسبة للشخص المعني كيف بيكون، موضوعي ولا شخصي؟ هلأ معروف إنه في معايير للجمال، مثلاً للستات بيقولوا شفاف كبار، خدودة عالية، بيقولوا عينين كبار، هولي كلهم الشعر الحلو، الشعر اللي عم بيلمع، هول معايير للست. للرجل عنا غير معايير، التم الكبير عند الرجل، الابتسامة العريضة، المونتون يعني الدقن العريض عند الرجل بيكون عادة عنده جاذبية، عكس المرأة لازم نحن كل ما كان دقننا صغير كل ما أحسن. عند الرجال إذا العيون الكبيرة مبلى. هلا أنا بوافي أكيد الرأي إنه في الجمال الداخلي، يعني والثقة، لأنه فيك تكوني كتير حلوة جميلة جدا جدا بهالطلة اللي عندك إياها، اللي بتكوني واثقة من حالك فيها،
مش ضروري يكون عنا الأنف والفم والعيون اللي هي لوحدها، بس في معايير أكيد يعني. نعم في معايير أكيد. طب رنا رح نشوف سوا تقرير عن الموضوع اللي اخترناه، منشوفه ونرجع نعلق عليه سوا. I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and witty and gay, and I pity any girl who's in me today. I feel charming. انظري إلى وجهي، انظري إلى قوامي، عيوني وفمي، وكم أنا جميلة. انظري ماذا فعلت وماذا قالوا لي، واستمعي إلى المديح الذي تلقيته. See the pretty girl in that mirror there. Who can that attractive girl be? كيف يكون الشعور عندما لا تنفك صديقتك عن مديح نفسها والتكلم عن إنجازاتها الحقيقية أو الوهمية؟ لماذا هي كذلك؟ وكيف يجب أن تتصرفي؟ وما هي تأثيرات هذه الشخصية عليك؟ هذا هو موضوعنا لليوم. شو رنا؟ شو نعمل إذا صاحبتنا بتضل تحكي عن حالها وعن إنجازاتها؟ شو نعمل؟ هلا أكيد هون شوي مثل ما شفنا في عدة نقاط هون فينا نحكي فيها. هالشخص يلي عن جد هو طالب إنه الشخص الثاني هالقد يشوفه وهالقد يتطلع فيه، هلا بمحل معين بدنا نشوف قد ايه هي عندها شخصيه يمكن شوي هيستيريه، يعني هي كانه هي السانتر بدها تكون وبدها تلفت الانظار لها، وبمكان ثاني فيها تكون كمان شخص نارسيستيك او نرجسي، عنده شخصيه نرجسيه، او ما بدنا نحكي بس شخصيه نرجسيه بس عنده سمات من النرجسيه. فهون نحن اكيد لما نحن نكون إفاسي والشخص الثاني هو دايماً عم بيحكي عن حاله ونحس نحن حالنا إفاسي، هون أكيد بتكون مشكلة. بينما إذا الشخص عم بيحكي عن حاله يحكي عن حاله، بس لما هو بيعطيني مجال أنا كمان أحكي كمان أكون معه ويكون في هيدا الكونتاكت بيني وبينه، هيدا مني غلط. إذا هو موجود وعم بيمحيني وعم بيمحي وجودي، هيدا أكيد في ديناميك ريلاسيونال هون أكيد منا من لأنه كمان هيدا المشكلة. مرات الشخص الثاني ما بيحب السيطرة أو إنه يفوت بتحدي أو منافسة مع شخص اللي معه، فبيبقى الثاني اللي عم بيحكي كل الوقت عن حاله عم بيسيطر على كل الجو، فبنشوف إنه أشخاص بطلوا أصحاب مع بعض أو ما اتفقوا بس كرمال هيدي القصص الصغيرة اللي ممكن تتصلح. طب جنين إذا ما نحكي عن الميك اب اللبس، كيف فينا نعتمد أسلوب معين لنبرز جمالنا؟ لنقول اللي كانت عم بتقوله رنا، هو إذا أنت اهتميتي بحالي وصرتي مرتاحة بينك وبين حالك، ما بتعودي بقى كتير بهمك تشوفي شو اللي عم بيصير حدك، أما تكوني أنت أحسن من التاني. مشان هيك أنا بقول إنه الواحد الله عطاه جماله لإله، يعني كل واحد، ما حدا الله خلقنا مثل التاني، عطينا كل واحد منا ميزة معينة. وعن جد إذا بتفكري كم شخص فيه بهالدنيا ولا حدا مثل التاني. مشان هيك أهمية لتكون عندك هالثقة لازم تبرزيهم لهالأشياء. يعني أنا كنت حتى بعض الصور نفرجيهم إنه إذا واحد استهتر بحاله وما اهتم بحاله وإجا حدا تاني أرتب منه عمل شوية ميك اب، ما فيك ما تلاحظي الشخص اللي مرتب حاله ومبين حاله، اللي مهتم بحاله. صح، يعني أنا اللي بقوله الميك اب مش ضروري واحد يعمل أكبر ميك اب، المهم يعطي الميك اب المناسب للوقت المناسب. يعني الميك اب الليل مش هو ذاته غير الميك اب النهار، ميك اب تلفزيون مش مثل الميك اب اللي وقت بكون عندنا اجتماع مثلا مع حدا. وهون بنحط صور قبل وبعد، نحن وقت بيجي حدا لعنا بنفرجيهم انتو شو، مش نحن شو فينا نعمل.
انتو شو وين بناخد الميزات القوية؟ الشعر، الميك اب، وهون منقول واللبس مثل ما كنا عم نقول مع دكتور صعب، انه منشوف كل واحد شو التيب تبعه، شو الوجه تبعه، شو الشعر تبعه، شو المميز عنده، ونحنا منبينه. يعني انا اذا كتافي لنقول عراض وحلمين، كيف فينا نبينه؟ اذا انا وراكي كتير كبار مثل ما كان عم بقول دكتور نادر، كيف نخبيهم باللبس اللي نحنا بنعمله؟ نحنا هيدا اللي بنعتمد عليه. يعني الواحد لازم يعرف الشيب تبع جسمه اول شيء، لانه في كثير اشخاص ما بيعرفوا. صح. ثلاث اشياء اللي رح نبقى نحكي عنهم. اول شيء تعرفي شو الشيب تبع جسمك، لانه اذا عرفتي شو جسمك بتعرفي كيف تعملي له البالانس. صح. يعني كيف تخبي الاشياء اللي لازم تخبيها، وكيف تبرزي الاشياء اللي لازم تبرزيها. وهون نحن بنهتم بالشخص الواحد، يعني بنوقف قدام المرايه وبناخذ المعايير وبنفرجيهم بالسنتيمتر. هيدا الكتاف، هون النقاط تبعه. الاخر شيء هيدول الوراك، هون النقاط تبعهم، وهون الخصر، ومنرسم لهم الشيب تبعهم، ومنقول لهم لنوصل على هالبالانس اللي بدنا اياه، هيدول الاشياء اللي لازم تعملوها. كمان للوجه اوكي، بناخذ كيف شكل الوجه، وبنقول اذا هيدا شكل الوجه مبروم، ما تلبسوا كمان قبه مبرومه، لانه بتصير واحد عم بيبرزه، لازم تعملوا العكس لتبينوه. والاهم شيء كمان الالوان، الالوان، لانه نحن مثل ما كان عم بيقول كمان فادي انه الالوان بدمنا، نحن ألواننا بدمنا، إذا دمنا غامق أما دمنا فاتح، يعني إذا دمنا دافئ أما دمنا بارد. هول وقت بتصير عارفة ألوانك بتصير أهين، بتعرفي إنه بتحطي هاللون دغري، بتعرفي إنه هيدا اللون رح يخليك تبيني أول شيء مش ساخنة، يعني مشرقة. دغري بيقولوا لك واو شو عاملة بحالك، هي بتكوني أنت مستعملة بس اللون اللي بدك إياه، أما بيقولوا لك هي شو ضعفاني. هول كلهم اشياء بسيطة، وقت بنعرف شو هن وبنبقى بنحكي عنهم، ساعتها وقت بتطبقيهم بتوصلي على هالثقة اللي عندك اياها، انك انت عرفتي وين الميزة القوية عندك وشو الاشياء اللي لازم تخبيهم، وبتصيري واثقة من حالك وما بعود كثير يهمك. انا جميل، كنت عم شوف انا وياك، بس بدي استفسري عن شغله قبل. وقتها كنا عم نعمل ميك اب عن الالوان. صح. كل شخص تقريبا كم لون بيلبق له؟ كان في هيك مجموعه 10 12 قديه تقريبا؟ رح اجيبهم معي. نحن بنعطي تقريبا 32 لون يلي هن الباز، بس هول الالوان بنستعملهم لنبقى نلبي عليهم. بس ساعتها شو بتشوف الفرق الكبير بين الاحمر اللي انت لابستيه انت، وانت عارفه حالك، كنا عم نحكي انك انت الوانك مش دافيه مثل نيفين، انت الوانك البارده. هل بوردو دغري اصلا وقت فاتت لاحظت دغري نيفين قلت لك واو هيدا الواو، لانه هيدا اللون منك. وانا اكيد اذا بتطلعي بعروقك مظبوط بده يكونوا ميلين على ازرق. هلا يمكن بتلاقي بعض الاشخاص في عندهم لونين، يعني الاخضر والازرق، بتكوني انت عندك لون واحد هو الاساسي، وانت بتاخدي من الضيفه، بتكون بين لونين، وهدول اللي بنحددهم. في اشياء بسيطه بنقدر نعملها بالبيت، بنبقى اذا بتحبوا بنحكي عنها لنعرف اذا نحن دافين، غير العروق. والعروق مزبوط لازم ينشافوا على ضوء الشمس مش على ضوء الاضاءه اللي بتكون نحن مسيرين، يعني حاطين لها ازرق اكثر، اما اذا كانت دافيه اما بردي. ان شاء الله لكان بالايام الجايه رح نقلرها. وبتعرفي نانسي، لاحظت انه كل اللي عم تحكيه جنين، يعني بطريقه انه لازم الانسان يركز كثير على حاله، وبهيدي الطريقه نفسيا بيكون مرتاح، ببطل يطلع على اللي حواليه، فبصير عنده الثقه بالنفس اللي عم تحكي عنها جنين. سوري انا بركي بحكي عن شيء اكيد هي باختصاصها، انا اكيد باختصاصي بحكي من ناحيه قد هي بالاساس بتحب ذاتها، لا
بقدر لو شو ما عملت بحالة الدلع بتحب زيتها، لأنه في مثل ما حضرتك قلت من قبل شوي إنه في نساء يمكن ما عندهم كتير جاذبية وبمحل كتير بحبوا حالهم لدرجة إنه الشخص الثاني بشوفهم كتير جاذبين بينما العكس صحيح. يعني هو قدي هي بتحب زيتها، قدي هي انحبت، قدي إما حبتها واتطلعت فيها وحسستها وعطتها هيدي الفالور، قدي هي بتقدر تعطي قيمة لنفسها وحب لذاتها. طيب نصيحتك لكل امرأة شو بتقولي لها هيك حتى لي يعني تتعامل مع جمالها بشكل صحيح؟ أوكي، أكيد أنا أول نقطة اللي هي كتير أساسية اللي هو تتعلم شو يعني حب حالي، يعني أعطي قيمة لحالي، أعطي احترم ذاتي، أعطي هالفالور لنفسي، هيدا بالأساس. كمان نقطة تانية اللي هي في عنا أشخاص كتير هن perfectionist، يعني بدون ينبشوا دايما على الكمال، وهالأشخاص ما عم نحكي بس بالشكل الخارجي، بكل شيء بحياتهم ما بيقدروا ils sont jamais satisfaits منهم ابدا ما بيقتنعوا باي شيء بحياتهم، هيدا الشيء بتعبهم بحياتهم، بخليهم دائما يحسوا حالهم فريستري ودائما تعبانين. فيقدروا يفهموا انه اذا بدنا نحكي بمعيار الجمال في امور دائما في عنا امور بوزيتيف وامور نيجاتيف يقدروا يتقبلوها، ويمكن يركزوا اكثر على الامور يمكن الايجابيه بمظهرهم الخارجي لحتى يطوروا اكثر، وكمان بشخصيتهم ويعرفوا انه كمان في الجمال الخارجي وفي كمان قد ايه هن يعطوا كمان يعني اهميه لشخصيتهم للانا صح، لانه الجمال مع الوقت بيروح اذا فينا نقول اصلا قد ما تكون وحده حلوه وقتها تحكي وما تحبيها يعني او ما تحكي حلو ببطلت تلاقيها حلوه صح؟ اكيد. تفضلي جميل. انا كنت بس بدي اقول تاكيدا على كلامك، انا كان عمري 7 سنين مره ما ببكي بالهين، كنت انا وصغيره، ومره شافني بي عم ببكي قال لي ليه عم تبكي؟ قلت له باب انا حاسه انه بحب حالي بفكر بحالي وعم ببكي، انه انا عارفه لانه معلمينا انه ما لازم واحد يكون بحب حاله. عمري 7 سنين بي قال لي شغله الله يرحمه، قال لي إذا ما حبيتي حالي ما فيك تحبي غيرك، بدك تشبعي هالحب بمطرح. وهو مش هيك قال لي ما فيك تهتمي بغيرك إذا أنت منك مرتاحة بينك وبين حالك. هيدي تعلمتها من أنا وعمري 7 سنين، ومشان هيك بقول مثل ما كنت عم بتقولي إنه تتدوزن بمعنى إذا أنت وصل لك الحنين وحدا أعطيك النصايح المضبوطة بحياتك توصل على الدوزن أنه أنا بدي بين ميزاتي يلي هي غير عن حيالله حدا. ليه حدا بده يحبني إلي؟ لأنه أنا عندي شيء ما عندها يا رنا، ما عندك يا أنت، ما عندها يا نيفين. وهيدي هون بتصور إذا واحد وصل لها ما يكون يعني ماتيريال. نحن أبداً بالمظهر ما مهمنا يكون بس المظهر حلو، المهم الواحد